هذه فرصة شيخنا الذهبي، أنت رجل فاضل وخطيب جمعة وواعظ بعدة مساجد وداعية إسلامي، وحججت بيت الله تعالى أكثر من 10 مرات، هذا فضل عظيم لا يؤتى إلى من أحبه الله تعالى. بغيناك تزيد تفضل علينا، وفي هذه الليلة المباركة نسمع منك الدعاء من قلبك الطاهر ومن فمك الحمد لله الرطب بذكر الله. بغينا منك تختم لنا بالدعاء لهؤلاء الناس جميعا، الله يجازك بألف خير. وكل الناس احنا الآن كيسمعوا لنا حوالي 4 ملايين من المستمعين، إلى قلنا الآن كنا آمين، الله عز وجل يفتح لنا باب السماء، وهي مفتوحة الآن مع أمطار الخير وهذا الغيث، هي مفتوحة، نقول جميعا آمين. وربنا عز وجل يقول لنا لأستجيبن لكم ولو بعد حين. الله يجزك بألف خير وآخر إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب. اللهم لك الحمد كله. يا رب. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض. سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا من الظالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت. وعافنا في من عافيت. وتولنا في من توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت. ولا يعز من عاديت. سبحانك. تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما أعطيت. يا الله. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا سامعا لكل شكوى. سبحانك. يا سامعا لكل شكوى. سبحانك. يا منجي الغرقى. سبحانك. يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك. يا جابر المنكسرين. سبحانك. يا رحمن الدنيا والآخرة. سبحانك. ورحيمهما. سبحانك. أنت ترحمنا. سبحانك. اللهم إنا نسألك وأنت خير المسؤول. يا الله. نسألك مسألة المسكين. يا الله. ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. اللهم هذا فقرنا إليك. هذه أيدينا مددناها إليك. اللهم إنا نسألك لكل مكروب أن تكشف كربه،
يا الله. اللهم فرج الهم عن المهمومين يا الله. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين يا الله. اللهم اشف كل مريض من المسلمين يا الله. اللهم اقض حوائج اخواننا المسلمين يا الله. اللهم يسر علينا كل عسير يا الله. يا ذا الجلال والاكرام يا الله. اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد. اللهم انا نسالك في ساعه الاجابه هذه نسالك ان تفرج عن اخواننا اللهم فرج كربهم يا رب. اللهم اعط لكل واحد منهم ما نوى يا خالق الحب والنوى يا رب. لا اله الا الله سبحانك. الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحانك. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر سبحانك. والسلامة من كل إثم الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا سيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا الله. فنحن يا رب واقفون ببابك يا الله. وهذه أيدينا مددناها إليك يا الله. وأنت يا رب حي كريم تستحي أن تردها خائبتين يا الله. اللهم أعطنا ما سألنا اللهم أعطنا ما سألنا اللهم أعطنا ما سألنا اللهم أعطنا ما لا ينفعك واغفر لنا ما لا يضرك يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطر إذا دعا إن لنا إخوة وأخوات يسألونك يا أكرم الأكرمين أن تقضي حوائجهم. اللهم اقضي حوائجهم يا رب. اللهم يسر أمورهم يا رب. اللهم اعط لهم يا رب واعط لكل واحد منهم ما نوى يا فالق الحب والنوى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم الموتى اللهم ارحم الموتى واصلح الأحياء واصلح أبناءنا ونساءنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم ألف بين قلوب الأزواج وارزقهم المودة والرحمة يا رب العالمين. اللهم احينا حياة طيبة اللهم احينا حياة طيبة. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب. اللهم ارحم غربتنا في الدنيا وارحم وحشتنا في قبورنا وارحم موقفنا بين يديك إذا صرنا إليك يا رب.
اللهم لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. سبحانك. اللهم لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. يا رب. اللهم افعل بنا ما أنت أهله. يا رب. فأنت أهل التقوى والمغفرة. سبحانك. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله. اللهم اجعل هذه الأمطار رحمة علينا يا رب. وعلى العباد والبلاد يا رب. اللهم اجعل أمطار رحمة يا رب. ولا تجعل أمطار غرق ونقمة وعذاب وهدم يا أرحم الراحمين. يا الله. اجعل هذه الأمطار أمطار رحمة علينا يا رب. اللهم أنبت به الزرع يا كريم. وأدر به الضرع يا كريم. وارفع به الداء وانزل معه الشفاء يا أرحم الراحمين. واجعل لنا بلاغا إلى حين. يا الله. اللهم حوالينا لا علينا. يا الله. اللهم على بطون الأودية يا رب. ومنابت الشجر يا رب. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله. نحن يا رب واقفون ببابك يا فلا الله. تردنا خائبين. يا الله. نحن يا رب قد سألناك ودعوناك يا الله. وأنت السميع المجيب يا الله. يا من يسمع دعاءنا يا الله. يا من يسمع دعاءنا يا الله. ويرى مكاننا يا الله. ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. سبحانك. اللهم أعط لإخواننا ما نووا يا رب. اللهم اشف المرضى يا رب. واقضي الحوائج يا رب. ويسر كل عسير يا رب. اللهم ألف بين قلوب الأزواج يا رب. اللهم يا رب اشف كل مريض يا رب. اللهم اشف كل مريض يا رب. ويسر أمور إخواننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا كريم. اللهم وفق عبدك محمد السادس لما تحب وترضاه. اللهم انزل عليه رحمة وشفاء من عندك يا رب. اللهم اشفه شفاء عاجلا يا رب. اللهم عجل في شفائه يا رب. يا اللهم انفع به البلاد والعباد يا الله. واجعله ضدا على الفساد يا الله. يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار يا الله. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا يا الله. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم إنا نسألك لأخينا كربانا توفقه يا رب لما تحب وترضاه. اللهم بارك له في جهده وبارك له في عمله واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم. اللهم انفع به بالعباد. اللهم اجعله سببا لهداية الناس. اللهم اهدنا يا رب واهد بنا يا الله. واجعلنا رب سببا لمن اهتدى. يا الله. فنحن يا رب قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا. وشكر الله تعالى لأخينا وشيخنا الحاج علي الذهبي الخطيب والواعد والداعي الإسلامي. اللهم يا رب تقبل منه. اللهم يا رب يا كريم تقبل منا جميعا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.